أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أكد على عمق وحجم العلاقات الأخوية الثنائية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على كافة الأصعدة، مضيفا معاليه أن ما وصلت إليه هذه العلاقات من نمو مضطرد ومتصاعد في مختلف المجالات جاء بفضل رؤية القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى وأخي صاحب الجلالة سلطان عمان الشقيقة، معربا معاليه عن عمق امتنانه للمواقف العمانية في نصرة وتوحيد الرؤى المشتركة ودعم موقف مملكة البحرين في كافة المحافل الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقده معاليه اليوم مع سعادة رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة بمناسبة زيارة وفد من أصحاب السادة الأعضاء والمسؤولين بمجلس الشورى العماني إلى مملكة البحرين. من جانبه أشار سعادة السيد الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة أن مملكة البحرين تمضي قدما في مشروعها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، وتواصل جهودها الوطنية في التصدي للإرهاب وتنظيماته وفق الإجراءات التي كفلها القانون والدستور. كان هناك نقاش مثمر في كثير من الأمور، أهمها تعزيز العلاقة البرلمانية بين البحرين وبين سلطنة عمان، وأيضا تطوير المشاريع المشتركة بين البرلمان البحريني ومجلس الشورى في سلطنة عمان. ناقشنا الأمور المهمة على الساحة الإقليمية والدولية، أهم موضوع الإرهاب الذي بات يؤثر على كثير من المجتمعات ويهددها أيضا، وتطرقنا إلى موضوع التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للدول. ما في شك بأنه علاقات السلطنة ومملكة البحرين علاقات وطيدة تجمعها كثير من الروابط، روابط الأخوة والقواسم المشتركة التي بيننا، فنحن حقيقة نسعى إلى تعزيز تلك الروابط وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بيننا إلى أكثر وأكثر. وكما تعلمون اليوم بأن الدبلوماسية البرلمانية تلعب دورا بارزا في كثير من حلحلة القضايا، وعليها وكممثلين للشعوب بات دورنا دورا بارزا من أجل ترسيخ أواصر التعاون والتنسيق فيما بيننا لمناقشة كافة القضايا التي لها علاقة بالأمة العربية.